fundamentals of HTML. أول شيء بدك تفهم شيء على HTML. HTML هي simple language for programs websites. نعم. أيوة ممتاز. فهذه يا أخوان لغة بسيطة جدا. راح تشوفها إنها لغة نصية بسيطة جدا. اختصارها هي abbreviation للمصطلح اللي hypertext markup language، لغة تمييز النصي. لأنه أول ما جت الصفحات اللي تتناقل بين الأجهزة من خلال الإنترنت أو من خلال الشبكة المحلية كانت صفحات سيمبل كلها مستندات، فكانوا عشان يغيروا التنسيقات مالت المستند الفونت واللون وكذا وجدوا أو أوجدوا كود بسيط ينكتب حول النص حتى يعطي هذه الخاصية، حتى يعطي هذه الخاصية اللي هي اللون أو 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 بما فيها طبعا أهم شيء هو الهايبر تكست. وكانت هذه تعتبر لغة برمجة صحيحة سمبل وبسيطة وحلوة والناس تحبها عشان تستخدمها في برمجة الصفحات لأنها قوية، لأنه ظهر في شيء اسمه الهايبر تكست إنه تضغط وينقلك إلى صفحة ثانية. في عندنا يا سيد عزيز في W3C في عندي بعض الأسس اللي تطلب تطبيقها في الصفحات. أنتوا تعرفوا يا إخوان WWW لها معايير، وأهمها بروتوكولات لازم يكون HTTP FTP وغيره DNS والIP TCP/IP. هذه كلها بروتوكولات متوافقة يا إخوان مع مين؟ في سي دي هون فيها شو فيه؟ فمتوافقة متوافقة يا إخوان مع الستاندرزيشنز اللي وضعت من خلال WWW. الانتروبرابيليتي اوف ويب سايتس اكروس براوزرز هذه من احدى المعايير اللي بتطلبها ال WWW اللي هي التباين. التباين يعني انت عندك الان صفحات او عامل سايت لازم يكون في عندك في هذه الصفحات اتصالات بينهم بحيث انه اذا اردت ان تنتقل من صفحه الى صفحه يكون هناك روابط. وايضا بالنسبه للتباين تعني اللي هي المواضيع، انت تبغى موضوع عام بهايبر تكست تضغط ينقلك الى موضوع تفصيلي. من ضمن المعايير وهذا مش مهم طبعا شرحها لانه هي مذكوره ذكر انهانس اكسسبيليتي ومرتبطه بالنقطه الاولى انه بتوفر لك الصفحات امكانيه الوصول بشكل بسيط جدا. انت رجال واقف عند كلمه معينه ضغطت فتح لك الصفحه اللي بتتحدث عن هذا المصطلح وعن هذه الكلمه وعن هذا الموضوع. هذه برضه مرتبطه اللي فوق تقريبا نفس الشيء. وشيء مهم جدا وانت بتتعامل مع برمجه الصفحات انه يكون كونسيستنت Document Type Declarations اللي هو الإعلانات عن نوع البيانات للصفحة. يعني أنت مصمم صفحة ما ينفع هذه الصفحة مثلا كانت إخبارية تكتب لي والله نوعها مثلا ثقافة، لازم تعرف. وإحنا رح ناخد يعني شيء بسيط جدا بالبرمجة يعني ما رح تاخد الإشي المعقد. على العموم هذه الثلاث معايير اللي طلبتها في Using HTML Browser to View Web Page and Source Code. بشكل سريع يا اخوان قلنا كم وظيفة للويب، كم وظيفة للبراوزر اسف اللي هو زي الكروم، ايش وظيفة الكروم، ايش وظيفة الانترنت مايكروسوفت انترنت اكسبلورر، ايش وظيفتهم كبراوزر؟ قلنا وظيفتين. ايوه احسنت، عرض الصفحات. الصفحات طب ايش هي الصفحات؟ هي كود. كود ايش؟ HTML. هل هو يعرض لك الكود؟ طالع انت الان لما تدخل هنا هي فعليا لما طلبها من الخادم طلبها يا اخوان من الخادم وجاته من الخادم جاته على شكل HTML. هذا الكود ASP مع HTML مع غيره، بس احنا طالما نتحدث عن HTML خلينا نركز على HTML. لكن مين اللي عرض لي اياها بهذا احسنت اللي عرض لي اياه بهذه الصوره هو البراوزر الكروم الانترنت اكسبلورر، هذا اللي عرض لي اياها كذا. اذا هاي اول وظيفه انه بقوم بتحويل او تطبيق الكود المكتوب على HTML الى شيء واقعي مرئي كعناصر مرئيه على الصفحه. والشيء الثاني انه بيحتوي البراوزر حكيناها بيحتوي على البروتوكولات، مين اللي بيحتوي على HTTP، مين اللي بيحتوي على DNS والاسف FTP، هذا كله براوزر. فالبراوزر بيحتوي على البروتوكولات وايضا وظيفته انه يترجم او يحول الكود المكتوب بال HTML
إلى ما يرى زي ما أنت شفت. الآن كيف طريقة البرمجة؟ ركز معي ما تقعد تتشتت، لأن لما نبدأ بالعملي راح تكثر الأسئلة، بعد فترة راح أقول لك اقطع الأسئلة إذا ما ضبطت معك، بدها تركيز. عملية البرمجة يا أخوان، لأنها لغة برمجة بسيطة تعتمد على كتابة الأوامر كتابيا. طبعا هذا كلام مؤقتا، بعدين راح ناخذ شيء اسمه إديتر أو ديفلوبر اللي بيساعدني على ما إني ما أكتب الأوامر، ومنه برنامج مين؟ الويب إكسبريشن اللي هو راح استخدمه كوسيلة مساعدة إني ما أكتب الكود كتابة، لأنه بعضكم راح ينسى والبعض راح يغلط في حرف والبعض راح فراح تكون عملية صعبة عليه. فبنقولك استخدم الويب إكسبريشن كبرنامج إديتر أو ديفلوبر يساعدك على استخدام الكود بدون كتابة. لكن إحنا حاليا بدنا نمشي بالكتابة، مؤقتا بدنا نمشي بالكتابة. طريقة البرمجة ببساطة شديدة هي إنه في عندك إليمنت، عنصر، نص من النصوص. هذا العنصر أو الإليمنت بدك تطبق عليه بعض التغييرات نصية. فبدك تحيط هذا العنصر بإيش أو الإليمنت بإشي اسمه تاج. إيش اسمه؟ تاج، بطاقة، بشيء اسمه بطاقة. الآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم بين تاجين، ذول التاج المحاطي الذين يحيطون بالإليمنت العنصر اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم بدهم يحددوا إيش التغييرات اللي بدها تتم على هذا العنصر. زي لو أردنا نغير لون، نختار تاج اسمه فونت ومنغير اللون، فبصير بسم الله الرحمن الرحيم باللون الأحمر مثلا. زي والله لو أبغى أكبر، أبغى أخليه هيدينجز اللي هو عنوان رئيسي بسم الله الرحمن الرحيم، فبستخدم H1 أو H2 زي ما راح يجينا اللي هو العناوين. فلاحظ إذا التاج هذه البطاقة، ركزت معي، تحيط في مين؟ في العنصر اللي هو اسمه إيش؟ إليمنت، زي بسم الله الرحمن الرحيم. فكل الآن عنصر إليمنت راح تجده محاط بالتاجز. الآن كثرنا في الكلام، خلينا نبدأ بالفعل جميعا يا إخوان. البرمجة بالHTML برمجة نصية. إيش معنى نصية؟ يعني ملف نصي، أوامر نصية، زي ما أنت شايف الآن وأنا فاتح الجوجل طالع، لما أروح أقول له View Source هذا نص ولا ما نص؟ نص، ملف فاضي زي ملف التكست وكتبت أنا الكود. الآن أنا رجال بطلب منك تنشئ على سطح المكتب New في عندك Text Document. نمشي مع بعض يا إخوان وما نلخبط. New زي كأنك بتنشئ أي ملف جديد، هذا اضغط على سطح المكتب مثلا New وعندك Text Document لأنه ملف نصي. الآن سميه مثلا، إيش تحب الصفحة مالتك؟ باسمك، سميه باسمك مثلا Web، سميه بالاسم اللي تبغى، underscore واسمك. انا ما قلت لك تضغط على شيء، انا قلت لك تضغط على شيء بس سميه. سميته، اخترت انه تكست. اذا هذا ملف يا اخوان راح اكتب داخله نص، لكن هذا النص مستقبلا بهذا الملف راح افتحه من خلال مين عشان يعرض العناصر؟ البراوزر. فاذا اصل الملف نصي. الان بعد ما سميناه بالاسم اللي تبغاه افتح الملف، راح يفتح لك ايش؟ صفحه. احنا الافضل نفتحه من خلال الوورد باد اللي هو البرنامج المتوافق معه. كيف؟ روح على اول، ايوه اول بروجرامز، بعدين اكسسوارز، في عندك هنا برنامج الوورد باد او النوت باد اللي رايحك، اثنين يتعاملوا مع الملفات النصيه. تبغى الوورد باد احسن لك، اللي رايحك. كل الكمبيوترات نزلت ويندوز، الوورد باد والنوت باد، النوت باد لازم يكون نازل. لا مش عشان نسوي صفحات، هذول برامج للتعامل مع الملفات النصيه. ممتاز. كله نفس الاشي، ما يفرق، ما يفرق، ما يفرق يا اخوان، اثنين تعاملوا. افتح ملفك اوبن، طبعا ملف انا فاضي صح ولا لا؟ اوبن وروح افتح ملفك، بس انا اوريك اذا انك انت لما تضغط على الملف فتح لك البراوزر كيف تطلع على الطريقة الثانية، انك من خلال برنامج الوورد باد او النوت باد افتح ملفك. ملف انا حطيته بسطح المكتب، فتحته يا ممتاز، فتحته انا بالنسبة لي فاضي وانت فاضي. الآن نبدأ ببرمجة الـ HTML. في البداية في عندي بعض الأوامر،
يا شباب انا حكيت اقطع الكلام يا شباب ماشيين انتم معي؟ طيب لقيتوا النوت باد او الوورد باد وفتحتوا عملتوا اوبن لملفك، هذا ملفك اسمه طلع في الاعلى، واذا بدك روح افتح الوورد باد واعمل سيف از، يعني هي اي طريقه يا اخوان، اعمل سيف از، افتح الوورد باد واعمل سيف از لسطح المكتب. بس احنا صرنا منشئين نيو وعاملين ملفنا. الان يا سيد عزيز بدنا نبدا بالبرمجه، بدك تفهم شيء بالHTML سمبل، لازم تفهم البراوزر انه هذا الكود راح ينكتب هو HTML. كيف بدي انا افهمه انه هذا الكود راح ينكتب بHTML؟ باستخدام البطاقات التاكس. التاكس عندك في بيج او في سكشن 2.2.2 بحكي لك بشكل سريع عن التاكس. التاكس HTML tags are used to mark up HTML elements. ايش يعني mark up؟ يميز او يغير. زي ما قلت لك بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ايش اسمه؟ element عنصر. لكن التاج اللي حواليه زي مثلا الفونت هذا بنسميه تاج. التاج بتوصف للبراوزر ايش التغييرات اللي بتتم على بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسى البنيه. HTML tags are surrounded by two characters. دائما لما تكتب التاج في عندي اشاره less than، ها بعدين تكتب اسم التاج. انا الان بدي ابدا باول تاج. لما تبدا تبرمج بال HTML لازم تفهم البراوزر انه هذا الكود راح يجي تحت هذا التاج كله HTML. كابيتال او سمول لا يفرق، لكن ننصحك نصيحه بالنسخ الحديثه بفضل ان تكون سمول، لانهم راح تصير كيس سنسيتيف. هي حاليا مش كيس سنسيتيف بمعنى انه ما تفرق بين الكابيتال والسمول، اما مستقبلا في النسخ الجديده راح تصير كيس سنسيتيف. HTML كابيتال غير HTML سمول. اذا بداية البطاقة بنفتحها بهذه الاشارة اقل من، بعدين بنكتب اللي هو اسم التاج وبنغلقها باشارة greater than. لا HTML انا قاعد اكتب سمول، وقلت لك الافضل سمول. كتبت بالكابيتال راح يمشي، لكن النسخ الجديدة كلها راح تكون بالسمول. اي تاج بتستخدمه هذا بنسميه اوبن تاج. انت الان قلت بسم الله الرحمن الرحيم، استخدمنا ايش؟ بين تاجز. طب تاج الاولاني اللي هو الفون، طب وايش التاج اللي جنبه؟ هذا بنسميه اوبن وهذا كلوز. وبالتالي ال HTML فتحت التاج لازم تغلقه. كيف اغلقه؟ نفس الاشاره باضافه سلاش. طالع هذا حطيت انا سلاش HTML. ايش يفهم البراوزر هنا؟ يفهم البراوزر انه كل اللي راح ينكتب بين ال HTML open tag وبين ال close tag HTML هذا كود HTML يحتاج الى ايش؟ الى ترجمه لعرضه على كواجهه مرئيه على البراوزر. اذا كل تاج، مش كل تاج، كل تاج تاخذها بحذافيرها، بس انت الان اعرف انه كل تاج له open وله close. ايش اللي يميز الاوبن؟ الاوبن طالع اسم التاج، والكلوز اسم التاج باضافه سلاش. الان يا سيد العزيز بنيت، بس طولي مالك، بنيت صفحه ال HTML اللي بننشئها الان لجزئين. جزء بنسميه هيد او الهيدر، وجزء بنسميه البودي. هذه صفحه الانترنت، خليكم معي يا شباب، هذه صفحة الانترنت. في جزء بنسميه هيدر بالأعلى، في جزء اسمه البادي. الهيدر في بعض التاجز ما تستخدم غير في الهيدر في الجزء العلوي، وفي بعض التاجز ما تستخدم غير في ايش؟ في البادي. وبقية التاجز تستخدم اما في الهيدر او في البادي. بساطة شديدة يا اخي، خليني عشان افهمك. بنية الصفحة مقسمة لكم جزء في ال HTML؟ جزئين، يا اما جزء علوي في العنوان، في الستايل، في الميتا داتا اللي هي تعريف بالصفحه، في السيرفر، في الهيدنجز اللي هي العناوين الرئيسيه زي ما راح يجينا الان ونطبق اول تمرين، وفي عندي البادي جسم الصفحه، جسم الصفحه بقيه الاشياء الباراجراف وغيره 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 وغيره. فانت الان بعد ما تكتب HTML و HTML اللي هي سلاش اللي هي النهايه الستارت او الان، لانه بيسموها بعض الكتب ستارت واند او اوبن وكلوز، بدي احدد له الاجزاء. كم جزء عندي؟
جزئين الهيدر او الهيد والبادي. فنفس الشيء بدي افهمه بتاج انه هذا هيد. ايوه هيد عادي كله نص يا اخي. وهذه تسكيرت مين؟ الهيد. ما تنسى التسكيره. هذا الجزء العلوي. اعمل زوم من عيوني. سويت مسافة. أنا بس أوريكم بدي أكتب الكود داخله الآن تابع للهيد. الآن أي شيء راح ينكتب بين الهيد وسلاش هيد هذا بده يكون تابع لأي جزء؟ العلوي. الجزء العلوي يا أخوان في كثير من الأوامر، منها التايتل، منها الستايل، منها الميتا، منها اللينك، منها السكريبت، كل هذا بتيجي في الهيد. لكن مش شرط إحنا نحفظ، إحنا نأخذ كم شيء بسيط. والجزء الثاني اللي هو البادي، هذا البادي. ونفس الشيء ما تنسى تسكر. رجاء يا اخوان خليك حريص، اي غلط في حرف واحد ما راح يشتغل معك. ايش الحضرمي؟ لا ما تسالنيش، اللي بيجي متاخر ما يسالش، بس انت تجاوزا احكي يلا شو سؤالك. لا انا اللي بيجي متاخر هاي. لا اخي السلاش ايش حكيناها؟ HTML بدون سلاش يعني ايش؟ open tag او start tag. وفي عندك هنا end tag اللي بينهم تابع لمين؟ لهذا التاج. يعني لما اقول لك انت يا سيد عزيز الان الخط قايل لي بسم الله الرحمن الرحيم الخط، فانت لازم تحط بسم الله الرحمن الرحيم بين open tag وبين close tag للفونت عشان يفهم البراوزر انه التاثير راح يجي بس على بسم الله الرحمن الرحيم. فالان لما تكتب الان بسم الله الرحمن الرحيم كيف الحال شو اخبارك ان شاء الله كويس بعد السلاش HTML تحت، ايش يفهم البراوزر؟ يفهم البراوزر ان هذه خارج مين؟ ال HTML، لانك كتبتها تحت التاج HTML، ما هو تابع، ما هو كود تابع لل HTML. فهمت يا الحضرمي؟ ما انت عبال ما تروح وتيجي بنكون قضينا على راحتك، الحق روح. الان يا شباب بدنا ناخذ اول كود نشوفه بعيوننا، بدنا نشوف اول كود بعيوننا. الان راح ناخذ اول تاج اللي هو التايتل. تعرف التايتل؟ لا لا لا، هذا تاج عشان نكتب عنوان للصفحه، صفحه ابو مشاري للشعر على النت، وكاتب لك بين قوسين راعي الطقطقات. وايش معنى راعي الطقطقات؟ مش عارف، لكن على فرض هذا هو عنوان الصفحه. اذا هذا يا سيد عزيز التايتل تابع للهيد في الجزء العلوي. فالان نستخدم التاج ببساطه شديده. دائما لما تتعلموا برمجه يا اخوان في شيء عند المبرمج لازم بتحاسب عليه جديد، ولغات البرمجه الحديثه خصيصا دوت نت هي لوحدها بتقوم فيه، وهي عمليه اللي هي التنسيق. كيف التنسيق؟ يعني انت ال HTML داخله مين؟ داخله الهيد. ومين؟ احسنت، والبادي، فتلاقيهم نفس المستوى. الان داخل الهيد انا بدي اكتب التايتل. الان هذا داخل الهيد. ايش هو الامر؟ ببساطه شديده من اسمه تايتل عنوان. اكتب لي مثلا اسم الصفحه، ايش تحب اسم الصفحه؟ وسكر التايتل. تفضل يا سكر التاج تايتل. كيف؟ اذا عيا يعطيك سبيس استخدم التاب، ما عندك مشكله يا اخوان. الفونت المستخدم للعربي اذا مدعوم بالبراوزر بطلع لك اياه، اما اذا ما هو مدعوم من الشعب اللي فاتت ما هو مدعوم، بطلع لك علامات استفهام. لازم الفونت يكون مدعوم في البراوزر. بدك تضيف الفونت، لكن هو يدعم طبعا البراوزر بيدعم اللغه العربيه، بس بده الفونت شكله يكون مدعوم عنده. خلاص خلصنا. الان ركز معي، كتابنا يا شباب ما تطولوا في الموضوع، ترى في اخطاء عند البعض. ايش؟ زي يجي واحد عند التايتل ويعمل فراغ بين التايتل والسلاش.
إذا عمل فراغ بين التايتل والسلاش لازم تكون ورا بعض. هذا التاج اللي داخل التاج زي كذا سلاش تايتل ورا بعض. يلا يا رجال. أحسنت. لا افهمني الآن، أنا رجال بإغلاق التاج وفتح التاج بفهم انه السلاش وراها اسم التاج، هذه تعتبر اشاره لاغلاق التاج. لما تحط فراغ مفكرها نص، فلازم يكون ورا بعض. هاي من الاخطاء اللي بيخطأ فيها الطالب، بيجي بترك لي فراغ في التايتل والسلاش او قبل السلاش بين القوس اللي هي less than، هذا بيسبب له مشكله. لكن السبيس انت ببقيه الامور يعتبر مهمل، بمعنى حط لي 7000 سبيس، ما عدا طبعا اذا كان بين التاج زي welcome ويلكم وتحط فراغات هنا هاي تؤخذ، لكن في عين الاعتبار. لكن الثانيات ما راح تؤخذ، اشياء ثانيه راح احكي لك عنها ما راح تؤخذ لما ندخل في البروبريتيز مال التاكس. الان خلصنا يا شباب، الان بدي ابدا بالتنفيذ عشان اشوف بعيني. الان انا هذا الملف ايش الملف نوعه؟ نص، فبدك تحفظ. هذا حفظته خلاص، حفظ سيف، لانك انت الان هذه التغييرات اللي اجريتها على ملفك لازم تحفظها عشان تطلع الصفحه. بس سيف يا رجال، خلاص حفظها. الان بنروح على البراوزر عشان نشغل. قبل ما نروح على البراوزر عشان نشغل، بدي احول امتداد الملف مش لتكست، ل HTML. ما وصلت؟ ايوه، لصفحه. يعني انت الان هذا الملف مالي مضبوط، ايش امتداده؟ تكست، نص. طبعا في بعضكم في البيت عشان بده يشتغل في البيت ويعمل صفحه في البيت، عشان يذاكر، في بعضكم ما راح يطلع له الامتداد. كيف يطلع الامتداد؟ بروح على اي صفحه زي الكمبيوتر، بيجي على اورجنايز فولدر اند سيرش اوبشنز، على فيو، في عندك هنا بكون محطوط صح هايد اكستنشنز فور نون فايل تايبس. طالع لما اكون انا مختارها ايش بسوي الامتداد؟ وين بروح؟ وين الامتداد مال الملفات يروح؟ هايد، هايد اكستنشنز، اخفي الامتدادات. ففي البيت عندك اظهرها عشان تغير نوع الملف او امتداده. كيف نظهرها؟ كيف بدك تغير النوع؟ تبغى تروح على البراوزر وتفتح وتقول له اوبن بصير، وتخليه تكست، خليه تكست مثل ما هو. روح على البراوزر افتح وقول له على الفايل اوبن وحدد له مكان الملف، بفهم انه هذا ايش؟ HTML. لكن اذا تبغى تغير الامتداد فتعال زي ما قلت لك، روح على كمبيوتر اورجنايز فولدر. شباب اقطعوا الكلام، شباب كل ما انتم تتكلموا انا بضطر ارفع صوتي بتصير تشويش. الان انتو بتشيل الصح عن الهايد اكستنشنز في البيت عندك حتى يطلع هذا الامتداد. الان غير لي بدل ما هو دوت تكست، خليه دوت HTML. HTML بمعنى ايش؟ بمعنى يا ويندوز، ترى المسؤول عن فتح هذا الملف مين راح يكون؟ مين اللي يفتح ملفات HTML؟ البراوزر. فلاحظ دوت HTML قال لك اغير لك النوع. ايوه غير لي اياه، يس، حول لك اياه على شكل صفحه. مش حول، هو خلى البرنامج اللي يفتحه هو مين المسؤول عن فتحه؟ البراوزر. اضغط الان عليه فتح لك الصفحه. اذا طلعت لك بهذا الشكل ايش طلعت عندك؟ طلعت فاضيه ولا كلام؟ ايش اللي بالله؟ ايش فيه؟ ايش فيه يا شباب؟ اذا في حرف واحد في كلمه تايتل خطا ما راح يشتغل التايتل. فاللي كاتب لي زايد لي حرف ومنقص حرف حاط الفراغ بين الاحرف تايتل راح يكون عندك غلط، بالاضافه للسلاش والباك سلاش راح تجد في اخطاء كثيره عند الطلاب بالنسبه لايش؟ للنص. فرجاء التزم بالنص. هذا عندك السورس، وبدي ارجع للملف الرئيسي، هذا الوورد باد، هذا الملف. طالع كلمة تايتل، شايف التايتل كيف تنكتب؟
عن الحضرمي. بدك ترجع الملف بتاعك، عشان هيك راح اعطيك طريقه سهله. خليك معي. مش كاتب العنوان. طيب سكر الصفحه. وين ملفك؟ .html. عارض الامتدادات ما انت عارض الامتدادات. يا شباب رضى عليك، بس صبر شوي خليك معاي يا اخوان. انا بحكي لك شيء، انت لا تقفز وتعمل نفس الشيء وانت مغمض عينيك. انا قاعد اقول لكم يا شباب، اذا الامتداد ما هو ظاهر عندك روح اظهره. اذا ما هو ظاهر، انت كل الاجهزه ظاهر، ايش سويت انتوا؟ رحت اخفيت الامتداد وراح واحد كتب لي HTML من عنده. طب يا اخي ما حذفت التكست، ما انت مو اخفالك التكست. انا بقول يا اخي للي بالبيت ما عنده الامتداد، ما ظاهر عنده الامتداد، روح اظهره. كيف تظهره؟ قلت لك بتروح على ستارت وكمبيوتر، وبعدين تعال عند الاورجنايز، بعدين مش نتبعه خلاص. وهذا الشيء الصح. لا انت سويت، حطيت ايش؟ صح. لما حطيت صح اخفالك الامتداد، رحت تغير له HTML، ايش استفدت؟ ما هو امتداد وتكست. روح يا اخي شيل الصح، ولما يظهر الامتداد احذف التكست واكتب HTML. بعد كذا يا شباب اصبح عندك الان الصفحه تحولت باحدى البراوزات، اما الكروم او غيره. لما تفتح الان هذا التايتل طلع في الاعلى اللي كتبته، النص هذا اللي تحت ما اعرف، هذا بشوف لكم اياه ايش قصته. مدرس من المدرسين دخل بإعداد من الإعدادات، أنا ما أعرف، لكن هو ما بظهر عندك غير صفحة بيضاء مثل ما كتبت بتلاقي بالضبط، ما في عندك. أي فاضي يطلع عندك؟ أمس إحنا شغالين ولا في ولا هذه المسج كلها ما تطلع، هذه السطرين ما تطلع. يعني ايش اللي عملته انت؟ عملت نسخ لنفس الملف؟ خلاص انا بدي اعمل ملف ثاني على السريع واشوف هذا تكست دوكيومنتس، وادخل داخله. ما ادخلش داخله من هنا. خلاص شباب خليكم معي. لما تروح على الملف انشئ ملف جديد واعمل اديت. اعمل اديت مش اوبن، اعمل اديت وانسخ القديم. ها انسخ القديم. لا ما في داعي تسكره، ما في داعي تسكر الملف. طب ثواني بس، خليك معي. الان اعملوا له ايديت يا شباب، اعملوا له ايديت وانسخ واحفظ سيف. يا اخوان الوورد باد او النوت باد، المهم انك تتعامل مع الملف از تكست بس. خليكم معي الان عشان اذا صار في اشكاليه خليكم معي، خلينا نمشي خطوه خطوه. الان يا اخوان انشئ ملف جديد. خلاص نبغى نحذف هذه الصفحه الان لانه ما كتبنا شيء. ها نيو تكست. خلاص الان داخله اعمل اديت، فتحنا بهذه الصورة. اكتب الآن الكود HTML وسكر التاج. وطبعا قلنا ايش في عندي؟ ايش هيد وتسكيرة الهيد ما تنساها، وعندي البودي ما كتبنا شيء احنا، صعب. ما يهمكم الشباب، راح اعمل تشيك عليها ما تخافوا. الان قلنا عشان الترتيب والتنظيم هذا الهيد داخل والبادي داخل HTML، والان انا داخل الهيد بدي اكتب ايش التاج. التاج ايش؟ البطاقه. التايتل راح تتطبق على اي عنصر؟ انا كتبت العنصر اللي هو ايش؟ ويلكم مثلا تو ماي ويب، وتسكر التاج. ممتاز.
ماشيين كلنا مع بعض؟ خليني أصغر الخط بس. خليني بس أصغر الخط. خلي 22 معقول 22. والتايتل جوا الهيد. غلط منك يا أحمد أو غيره خلاص شلت الإي شلت الإل ما راح يفهم. بالامتحان بدك تكون دقيق في الكتابة، عشان كده نستخدم برامج لتساعدنا. خلصنا الآن كتبنا يا شباب. اعمل سيف. أنا عامل دقيقة، هذا دقيقة قاعد استنى دقيقة. يلا يا شباب أنا أبغى أتخلص من السطر هذا اللي يطلع، أنت فاهم إيش الفكرة؟ الآن هذا الملف اللي أنت أنشأته سميه باسمه بالاسم اللي تبغاه بامتداد إيش؟ HTML. امسح الدوت تكست HTML. قالك أغير لك البرنامج راح يفتحه. نعم صار ماي ويب انا مسميه ب HTML. طالع لما فتحت هذا هو الصح، ما في عندي لا اسطر وهذا التايتل. شايف التايتل طلع عندك كذا؟ خلاص الان ركز معي، ما احنا فاضيين الان كل شوي ارجع نعدل ارجع افتح الملف. ايش تسوي انت في هذه الحاله؟ خليك معي يا شباب، انا قاعد بحكي معلومه مهمه. الآن ما احنا فاضين كل شوي نرجع نفتح، بنقول لك افتح هذا الملف، شايفه؟ افتحوا برنامج مثل وورد باد وخليه مفتوح. هذا عملت مينمايز ما سكرته، هذا الوورد باد مفتوح حلو والصفحة موجودة مفتوحة، يعني الثنتين مفتوحات. الآن أي تعديل تكتبه هنا وإيش تسوي؟ لازم سيف. وتيجي هنا إيش تسوي؟ تعمل تحميل ريفرش، إعادة تحميل. إيش معنى ريفرش؟ ارجع حمل لي الصفحة، هذه جاي بالامتحان، هذه جاي بالامتحان. إيش معنى تحميل؟ بالفاينل إذا هو جاي بالكويز. تفكر يعني كل سؤال أقوله جاي بالكويز بس أكيد جاي. إيش معنى تحميل؟ ريلود. إيش معناها؟ معناها ارجع حمل البيانات من نفس المصدر من نفس الملف. واحد سأل سؤال الشعب اللي فاتت وهذا مطلوب عندك في الامتحان، حتى وركز معي في امتحان العملي حتى لو ما هو موجود في المذكرة. اللي راح اقوله ايش اللي وشه؟ سألني قال لي استاذ ابغى اغير لون الصفحة. قلت لهم للشباب كل واحد بيسأل سؤال بده يجي وين؟ في الامتحان. ايوه طالما خلاص هم سألوا الشباب الاسئلة، بدك تسأل اسأل بس راح تزيد. كيف الان مثلا مثلا بدنا نغير لون الصفحة زي إجابة على سؤال زميلكم اللي ألزمته بالامتحان في العملي. في عنا تاج حلو، هذا البادي تاج. في عنا أتريبيوت خصائص داخل التاج، تستطيع زي فونت هذا تاج للخط لكن داخله في خصائص للفونت. زي إيش؟ زي السايز حجم الفونت، زي الفيس نوع الفونت، زي إيش كمان؟ اللون كلر. وقال لي ابغى الصفحه استاذ تتغير لونها. قلت له على راحتك، بتفوت على البادي. الان في عندك اتريبيوت خصائص، لازم سبيس هنا، لازم سبيس، اقل شيء سبيس لازم عشان يفهم الرجال انه هذا البادي شيء واللي راح ينكتب الان الخاصيه شيء. ايش الخاصيه مالت اللون؟ بي جي كلر. اختصار لايش بي جي؟ احسنت، باك جراوند، باك جراوند كلر لون الخلفيه. فلاحظ حتى اللغه بسيطه، يساوي مثلا يلو ريد اللي تبغاه، ولازم يكون بين سنجل كوتيشن. لما نعطي قيم بتكون بين سنجل كوتيشن، سنجل كوتيشن. شايف هذه؟ هذه السنجل بين اللي هي محيطه بالريد. بعد ذلك احفظ، قل له سيف، لا تسكر الملف عشان ما احنا فاضيين نرجع نفتحه. سيف وروح الصفحه مالتك واعمل ايش؟ ريفرش. لا تسكر شيء يا الحبيب الله يرضى عليك. قلت لك اترك الملف لان ما احنا فاضيين نرجع مره ثانيه وافتح الوورد باد واعمل اوبن، ما احنا فاضيين. خلاص خليه مفتوح. اختار اي لون جرين، اختار اللي بدك اياه.
شوف طريقة التوصيل الجديدة يا أخي طالع. ها ما ينفعش؟ حط لون غير الريد يا شباب. أوه ما يحفظ. ممتاز. الآن راح نأخذ لا بالهيد بالتايتل لا هذا من خصائص البراوزر. لكن صور صبر شوي. يلا يا شباب. في نعم. هذه الوربات ها. ما تشوفها. باك جراوند كلر لون الخلفيه بي جي كلر باك جراوند كلر مش تروح تلزقها في البادي لازم فراغ على الاقل فراغ حط 10 فراغات وبهملهم بخليهم فراغ واحد بعدين بنجاوبكم على السؤال الثاني اللي سالوه برضو خويكم قال ابغى طيب ما ابغى لون ابغى صوره قلت له على راحتك اسال بس ايش مطالب في الامتحان وانا بحكيه لا 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 الشعب اللي قبلكم امس اخذناه معلش لا 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 يا شباب شباب خلنا اعطيه الان ادخل في الهيدينجز ايوه مباشره الان نيجي على الهيدينج الهيدينج هي العناوين الرئيسيه العناوين الرئيسيه طالع خليكم معي يا شباب واحد يبغى يحط عناوين رئيسيه بصفحته زي نشاته ميلاده او مثلا الاخبار او ايش نوع صفحته ايش الاشياء اللي تغطيها طالع الهيدنجز العناوين الرئيسيه مقسمه لست مستويات في ال HTML4 لست مستويات H1 بكون حجم الخط اكبر اه والغامق اكثر وبتنزل تحت H2 اخف هذا المستوى الثاني H3 H4 وهكذا لحد H6 مثلا الان نيجي على H1 ايش معنى H1 الهيدنج والهيدنج هذا وين يضع بالهيد العناوين الرئيسية بالهيد عشان كذا ايش بين الهيد حطيته H1 مثلا ايش اخوان مثلا على اساس انه هذه اخبارية وسكر ايش ال H1 في عنوان تحت برضو ال H1 بس اقل اهمية مثلا ايوه اختصار لهيدنج احسنت لسه جايين الباراجراف تحت في البودي لا هذه مطلوبه في المذكره بس هذه اللي بحكي لك عنها ما هي مطلوبه في المذكره مش موجوده في المذكره او مطلوبه منك في الامتحان يعني زي الهيدنج هذه موجوده في المذكره لكن الباك جراوند كلر ما هي مذكوره الايمج ما هي مذكوره بدها تنطلب بالامتحان ايوه عادي يا اخوان حط وين وين بين مين مين بين بين ال H2 وال learning ايوه حط 10 مسافات ما يهم راح تشوف شكلها راح تفهم الفكره H3 مثلا كتبت كلمات اعذروني يا اخوان مش مجدوله يعني الان خليني انا على H3 انت كمل ل H سأكتب أي كلام لـ H6 بس حبيت أوريك بس حبيت أوريك ما تقوليش ليش بس حبيت أوريك الآن سيف إيش راح يصير بالصفحة تعمل ريفريش طالع يطلع عندك بهذا الشكل نيوز بأي H بأي مستوى لاحظ أنا أكبر حجما وغامق ليرنينج أقل سيرشنج أقل وانزل لحد ليفل وين المسافات وين انا وين وين المسافه الفرق يا اخوان ما في حط اصبعك ولا شيء انت الان حطيت فراغات اهملت المهم انك تعطي يا اخوان بين التاج الله يرضى عليك بس طول لي بالك خليك معي انت بين التاج في عنصر الان من التاج لبدايه العنصر هذا حط 10 فراغات ما لها علاقه ممتاز هذا تاج بناخذه اللي هو بالفونت بتحطه سنتر اللاين بنسميه اللاين الترتيب خليك انت بس معي خليني اكمل بس النقاط الاساسيه اللي هنا لانه اخوان اتش تي ام ال ما تتوقع نغطيها كامله في محاضره واحده
انا ترى اليوم راح اسكر اتش تي ام ال، يعني راح نتاخر اليوم، مش راح اتاخر، راح اسكر اتش تي ام ال عشان نبدا بالويب اكسبريشنز، عشان نكون عندنا محاضرتين ويب اكسبريشن وننهي، وعندنا امتحان وعندنا كويز. خليكم معي. اذا كملتوا، واحد قال لي يا اخي الكريم انا ابغى ايش، ابغى ارجع للاتش 1. ترجع ولا ما ترجع؟ ترجع انت حسب ما تريد. لا يا اخي انا قصدي يا اخي حسب انت ما تريد يا عبد الرحمن. مثلا موضوع جديد عادي احط اتش 1 ثاني. ايوه عادي زي ما تبغى يا رجال، ان شاء الله تخليهم كلهم اتش 1. هذه اصلا بس عشان اوريك ايش الفروقات بينهم بس. راح اعطيكم البريك يا اخوان، لكن هذا لا غنى على انه ايش. يلا شباب بريك، اطلعوا. طيب انت يا دكتور احسن شيء انك تنقض الاجابه. لا يا شباب في تاج اسمه سنتر. هذا سنتر وتسكر. ايوه هذا عشان يحط الكلام في النص سنتر. الان لاحظ انا ايش حطيت سنتر وين؟ سنتر قبل كل الهيدنج، يعني راح ينطبق هذا الكلام على كل الهيدنج. لكن لو حطيت مثلا بس ابغى اول اثنين في السنتر. إذا أنت بديت في أول اثنين وبدك تسكر عند بعد نهاية الثاني. الآن لاحظ راح بس ينطبق على اثنين. ماشي. إذا سنتر بنحطه مستخدمه لمطلوبه في الامتحان. الآن يا شباب الصورة. لو طلب منك صورة، وعشان زميلكم سأل الشعب اللي فاتت برضه مطلوبة. يا اخوان ترى راجع الفيديو انا بحكي لك، لانه هذا مطلوب في الامتحان العملي. هو اصلا جزاه الله خير انه سأل، لانه ايش بدي اجيب امتحان في المادة بسيطة يعني. اما كذا خلى شوية فيه. ما هي صعبة والله، ما هي صعبة، بالعكس ممتعة لك. الان نبغى نحط خلفية، صورة خلفية. طبعا ما في داعي للون، لانه طالما حطيت التخلفية ما في داعي للون. بس ايش الاتريبيوتس داخل البودي؟ نفس الكلام، بيجي كلر داخل البودي، برضه هذه اتريبيوت ثانيه داخل البودي. تستطيع انك تمسح هذه وتستغني عنها خلاص، او تخليها ما راح يضر وجودها. عندك الامر هو باك جراوند، باك جراوند كامله. ماشي. باك جراوند يا شباب لا تلزقها في اللي قبلها، هذه خاصيه وهذه خاصيه، لازم يكون في فراغ على الاقل بينهم. حط 10 ما عليك. ما لها اختصار، باك جراوند كاملة. الآن تكتب الطريق المؤدي إلى الصورة واسم الصورة. بين دبل كوتيشن. دائما هذه دبل كوتيشن اسمها، اللي عند حرف الطاء. شفت مع طاء. دبل كوتيشن، نعم، هي نفس الكوتيشن، سنجل كوتيشن. الآن بدك تكتب الطريق المؤدي للصورة بالإضافة لاسم الصورة وامتدادها. كيف بدي أجيب الطريق المؤدي؟ ما إحنا فاضيين نقعد نكتب سي ودي. مثلا أنت وين موجود الصور؟ في الدوكيومنتس؟ أحسنت، بدك تنسخ الرابط. طالع أنا هذه الصورة اللي أبغى الديزرت. فتعال في الأعلى، شوف في الأعلى يا عبد الرحمن، اضغط راح يطلع لك المكان اللي واقف عنده. فبتعمل نسخ وبتيجي عند الكود وبتعمل لصق. بعدين ما خلصنا لسه، بتحط باك سلاش عشان اسم الصورة. ايش اسم الصورة؟ اسم الصورة مع امتدادها، لا تنسى الامتداد، مش بس ديزارت. ديزارت دوت جي بي جي. نعم هذه الصورة. نعم الان سيف، بس دي اوريك وارجع مرة ثانية وتعمل تحميل بيطلع لك الصوره. وانا اخوك اكتب الامر يساوي بعدين بين دبل كوتيشن، لا تنسى الدبل كوتيشن.
اكتب البث الطريق المؤدي للصورة. منين جبت الصورة؟ جبتها من مثلا مستندات بابليك. هذه الصورة بتيجي بتعرف طريقها من هنا. اضغط هنا داخل السي، داخل مجلد يوزر، داخل بابليك، داخل بيكتشر، داخل سمبل بيكتشر. في الامتحان طبعا هذا السؤال ثلاث ارباعكم راح يغلط في البث. سمعت يا الزاير؟ راح يجي يقول لك يا استاذ ليش ما طلعت عند الصورة؟ راح امسك الورقة والقلم على طول اشطب يا استاذ كاتب نص الامر صح، عشان قاعد تتكلم وانا قاعد اقول لك يا ابن الحلال ركز كيف تنسخ البث. يكتب لك بي ار. ما هذه حكينا كيف حليناها يا اخي، ما هذه اللي سببت لنا مشكلة. مش بطلع عندك سطرين، بطلع عندك جايك شو موقفين تسجيل؟ طالع طلعت عندك الصورة. احنا موقفين تسجيل ولا لا؟ وقفت التسجيل. طيب على العموم ايمج، بس سجلت اللي قبليها الاتش عنكم برضو ما سجلته؟ انا شوف والله موجود اليوم. على العموم يا اخوان اذا ما سجلتها الانكور هي A، وبتسكر التاج بين الفتح والتسكير، بتحط الهايبر تكست، وبعدين في خاصية في الانكور اللي هي الاتش ريفرنس، هذه توديك على المكان عند الضغط على كليك هير، واخذناها وفتحنا الصفحة هذه. بالنسبة للإيمج هذه الإيمج، طب ذكروني يا اخوان مرات بنسى هذه الإيمج. طب ما ايش لاحظتوا بالإيمج؟ مين يقول ايش ملاحظتكم في الإيمج؟ لاحظنا الصورة لجت على حجم اللي نبيه صغيره بالكود الان، وانا واقف الان بكتبت الايمج هذه، كتبت الايمج والاس ار سي يعني وين مكان الصوره اللي بده يجيبها، وقلت لك الباث مع اسم الصوره. بعدين في خاصيه الهايت اللي هي ارتفاعها عشان ما يغطي لي الصوره على الباك جراوند، لا ابغى ارتفاعها 100 بكسل والويدث 100. ايش اللي لاحظتوه هنا؟ لاحظتوا انه هذا التاج له اغلاق. اغلقت انا التاج؟ ما اغلقت التاج، وبالتالي مش كل التاجز لكن المعظم تغلق. حلو الكلام؟ بسيطة؟ بسيطة جدا. ممتاز. لو جاك في الامتحان يطلع عليها آت؟ اكس اكس الباث ما هو محدد. الباث ما هو محدد، وتأكد لي من الدبل كوتيشن يا الحبيب الله يرضى عليك، دبل كوتيشن. واحد من خوياك عمل لي كذا. اثنين سكرتها، يعني فاضية. فما يطلع لك شيء. الملحم اللي مشغول في الموبايل. اسال، جرب اسال سؤال وشوف راح اسوي. ايش راح اسوي فيك؟ ماسك الموبايل ليش؟ نعم ما ايش؟ ما يصغر الحجم. كاتبها صح هايت. لو غلطت بحرف واحد ما راح تشتغل معك. ما يا شباب اليساوي ضروري. شباب لو سالتك سؤال الان، سؤال ذكاء والله ما في شيء يعني هالقوي الذكاء، لو ابغى هايبر ايمج يا اخي في عندي نص متشعب، ابغى صوره متشعب، لما اضغط عليها تنقلني. ايوه مكان ايش احط الصوره؟ لا يا اخي احسنت، مكان الكليك هير. شايف المصحصحين؟ هذه مكان الكليك هير، ابغاها صوره خلاص. مثلا ابغى اعمل كوبي هذه الصوره، او انت جيب صوره من عندك اكتب تاج جديد. بس انا ما ابغى اطول عليك، خلاص هذا تاج هذا كوبي، مكان الكليك هير جبتها. فهذه اصبحت صوره متشعبه. بمعنى لاحظ لما اجي الان ايوه وتعمل ريفرش، صارت هذه الصوره طالعه بهذا الشكل. طالع ضغطت ودتني وين؟ على الياهو. فراح يجيك في الامتحان صورة متشعبة وتوديك على موقع، راح يجيك سؤال نص متشعب. ايش هو؟ لا يا اخي هذا امتحان 10 علامات مكان مشروع. اذا عرفنا كيف تسوي نص متشعب و الايمج. كتبت ايمج، ظل عندك الهايت والويدث. ايوه لازم باك سلاش، هذه باك سلاش واسمها.
أو اكتبه إذا سهل، اكتبه دوت جي بي جي، لازم الامتداد، شايف الامتداد؟ ولازم باكسلاش طبعاً، كله هذا يفصل باكسلاش، باكسلاش يعني داخل يا إخوان، شو معنى باكسلاش؟ يعني داخل ملف اليوزرز، داخل مجلد اليوزر، داخل مجلد البابليك، داخل مجلد البيكتشرز. بعدين راح تظهر عندك الصورة. نعم. هل انسخ هذا الاسود؟ ايوه الصورة؟ لا لا اللي شوف هذا فيها اسود عشان نحطها فوق. ايوه. انسخ هذا؟ ايوه طبعا يا اخو، ايش الاسهم؟ ايش الاسهم؟ انا ما ادري. سلاش هذه طالعها. شفت مدري ايش. اول شيء تحطها هذه اكبر من اكبر من هذه. ايوه يا شباب. يا شباب ايوه تنسخها كاملة، كامل التاج ايمج كامل مثل ما هو. مش تستثني شيء، نفس الايمج اللي استدعيت الايمج فيها كامل التاج تحطه فوق. في خاصية اسمها Alt بالايمج اذا تحب تستخدمها، هذه Alt وتعطي تسمية. هذه Alt تعطيك تسمية دبل كوتيشن اسم مثلا ويلكم عشان تفهمها بس. هذه وشو الان؟ صبر علي. طالع عند الصورة، طالع عند الصورة لما توقف ايش طلع عندك تحت عند الماوس؟ هذه Alter تنبيه يعني. من نفس ترى ديروا بالكم اخوان افهمني، البرمجة الـ HTML بعامل كل شيء نص. يعني لو جيت عند هنا المية وحطيتها دبل كوتيشن طالع، حطيتها دبل كوتيشن طلع لك خطأ؟ ما يطلع لك خطأ. ليش؟ لأنه بعامل لك الجميع نص. لكن أنت كقوانين لغة برمجة بقول لك الباث الطرق دبل كوتيشن، القيم سنجل كوتيشن. اللي بدي أوصل لك إياه في هذا المثال أنه بعامل لك جميع كل شيء إيش؟ نص. ومن جمال هذه اللغة ما يهمه الترتيب. إيش معنى ما يهمه الترتيب؟ يعني جيت كتبت لي بالأول الهاي ولا الود ولا الالت، ما يهمه الترتيب، ابدا بالالت خليه اخر واحده، ابدا بالهاي، ابدا بالوذ، ما يهمه. وصلت؟ واحد عند البادي قال لي هاي استاذ اكتب الباك جراوند ولا البي كي كلر؟ على حسب اللي تبغى الصور ولا حسب. طبعا انت راح تلازم تختار واحده منهم، ما تختار منهم. بس انا اللي بوريك اياه انه عندي الان تاج راح اخذه عشان انا في المحاضره اللي هو الفونت. ما حدا سألني كيف بدي أغير حجم الخط ولا شكل الخط ولا لون الخط. ما هو سألوني الشعب اللي فاتت بدكم تلتزموا فيها، ما فيها. في عندي أخوان في الاتش 1 طالع كم تاج، كم تاج؟ شوف تاج سنتر داخله اتش 1 تابع له اتش 1 واتش 2. الآن أستطيع أن أستخدم داخل التاج سنتر تاج ثاني فونت، أو العكس أبدأ الفونت وبعدين السنتر، اللي رايحك. مش مهم الترتيب، المهم كله راح يتطبق على هذا النص. يعني الان باجي مثلا عند السنتر، باجي بقول له في عندي تاج اسمه فونت، مش فرونت زي الشعب اللي فاتت، فونت قط، لانه خطأوا فيها. واحد قال لي يا استاذ ابغى العنوان الرئيسي الاول باللون الاخضر، اذا ايش لازم يكون الفونت؟ حوالين مين؟ حوالين اتش 1. هذا اتش 1 خلصنا اتش 1 سكروا. واحد قال لي ابغى للجميع، واحد قال لي ابغى بس ل اتش 3، اتش 3 هذا سكر ال اتش 3. ابي كل لين اخر شيء، لين اخر شيء، لين اخر شيء. يعني وين اخر شيء؟ يعني كل يعني بعد كلمه اتش 1 لحد الهيد كامل. ايوه هذا الهيد كامل، خلاص حطه لحد خلاص هو عند الهيد. بس انا ابغى اوريك انه بس يطبق على المحدد بس، وغير المحدد ما يطبق عليه. خلي له اتش 3 وخلاص، خلي اتش 4 فري، وانت فهمت الفكره بتطبق. صبر، لا مش بس في خصائص. احسنت، في الكلر يساوي، احسنت، وحجم الخط ايش مثلا اللون مثلا ابغى جرين. اسكت ما تسال. كلر عندك حجم الخط السايز، السايز يا اخوان اما بتكتب يا اخي خلاص الان فكونا القصه. اما بتكتب حجم الخط 24 30 او بتكتب زائد 2. كيف تكتب
ايش معنى زائد 2؟ احسنت، يعني ضاعف حجم الخط الحالي مرتين. اما اذا تبغى تحدد بحجم معين خلاص اكتب له 24 25 26. نعم، كيف كيف؟ لا، في بولد، في عندنا بولد، وفي عندنا اللي تبغاه، وفي عندنا سترونج، وفي عندنا استراك ثرو. كل ما حد يبغاها، ما حد ما يبغى السايز. ايش كمان في عندي؟ الشكل، مش مهم الترتيب، تحط الفيس بالاول ولا الكلر الثاني ولا السايز الثالث، مش مهم. الفيس اللي هو نوع الخط، مثلا نوع الخط مثلا ايريال. لا انا ما اقدر امنعهم، ليش؟ لانه هذه مطلوبات من الشعب اللي قبل. لا انا وعدت الشعب اللي قبل، قلت لهم الشباب تسالوا راح يدخل في الامتحان. كيف يا رجال الامتحان بده يكون نفس العناصر؟ يعني انا اشيل من عندكم؟ لا ما اقدر. الان اخوان خليك معي، طالع الان التطبيق راح يكون على كم عنصر؟ هذا الثلاثه H1 H2 H3 والخط. نعم يا اخوان، ولا شيء يا اخوان. انا قلت لك في عندك تاج اسمه فونت، خصائصه كلر سايز فيس. اللي يبغى يستزيد ترى في خصائص اخرى زي ما تبغى راحتكم، زي من اليمين لليسار، بيسار لليمين، الالاين في الميدل في الوسط، ولا ريفت ولا رايت. يا شباب الله يرضى عليكم، بس انا ما ابغى ازيد عليكم، بس كل هذا اللي انتم اخذتوه اليوم راح تستخدم الويب اكسبريشن في المحاضرة القادمة، حتى ما تكتب ولا شيء. ليش بنستخدم احنا الويب اكسبريشن كبرنامج؟ وليش بنستخدم الويب ديفلوبر، برامج اسمها على النت ويب ديفلوبر؟ ليش؟ عشان يقول لك يا اخي لا تكتب كود، تبغى اللون حط صندوق النص، اختار له لون، زي كانك بتستخدم وورد عادي، شيبس، زي في الكود مين يكتبه هو. ما شاء الله، الان عرفت ليش الويب اكسبريشن؟ والله بالاختبار احتمال امنعك الويب اكسبريشن والله. شوف يا الحبيب، بس نعم هذا بي مضبوط. ايوه مضبوط، انت ما بتقدر تسوي صفحه كامله لانه في عندنا اجزاء مخفيه اخي، مش كل الصفحات انت بتشوف الكود انت بتفكره 100%، لكن في بعض الامور نقدر ناخذها ماشي، في بعض الاكواد. بعدين انت عارف لغه البرمجه اللي بيستخدمها اي اس بي. نعم يا الحبيب. ايش اللي خلاص ولا صبر شوي يا اخوان، صبر شوي بس اوريك. يا شباب اللي سال عن البولد، وين اللي سال عن البولد؟ لا سال عن البولد، مطلوبة في الامتحان. اللي سأل عن البولد داخل قبل الكلمة بتحط حرف البي تاج وبتسكر، فبطلع عندك لما تعمل ريفرش، هذا شايف هذا بولد صار لونه أغمق قبل آخر كلمة. اللي تبغاها بولد حط بي تاج البي، هذا هو، وبعد سكر. هذا سكرت أنا وهنا فتحت. مين عنده سؤال؟ استاكثروا خلاص يا شباب.